أخبار اليوم. فنان القدير أحمد فرحات، بنرحب بك معنا في بوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا. طبعا أخبار اليوم وقفت معايا في أيام تمثيلي، وقفت معايا لما رجعت. محررين كتير من عندكم عملوا لي كتشات، قصدي منشتات كتيرة وحلوة يعني، فأخبار اليوم على عيني والله. أهلا وسهلا. كل جمهورك ومحبيك عايزين يعرفوا أنت فين من السينما أو المسرح أو التلفزيون بعد فترة غياب طويلة. والله أنا كنت بس وأنا صغير طفل، وبعدين طبعا جت النكسة 67، فبعض الفنانين راحوا بيروت وأنا قعدت في تانية ثانوي، فخدت المهم اتعلمت ومعهد عالي صناعي، وتخصصت في تخصص جامد وجميل صلاة، فاشتغلت في رئاسة الجمهورية 30 سنة، قعدت في رئاسة الجمهورية، اتحلت عن معاش، رجعت الفن تاني. طب النهارده في الاحتفالية عيد الأب بتقولي النهارده بالمناسبة الحلوة دي؟ أقول إن الأم طبعا بتتعب مع الأسرة، والأم مهمة جدا، بس الأب برضه غلبان يعني، نفرحه مرة وبعد خلي بالك الأب عضو مهم أوي في الأسرة يعني، فلازم نفرحه يعني. وبعدين لجنة الزمن الفني الجميل أو أبناء الزمن الفني الجميل، إحنا عاملين هذه اللجنة تكريم أبناء الزمن الفني الجميل، فربنا يوفقنا ونعرف نكرمهم ونعرف نجازيهم على اللي هم ادوهولنا ابقاهم او الزمن الفني الجميل، الناس اللي تعبت في السيما المصريه القديمه. طيب الاحداث اللي بتمر بيها مصر الايام دي تقول ايه حضرتك بمناسبه الاحداث دي، الاحداث السياسيه شايفها مستقره ولا حضرتك ليك راي اخر؟ والله انا عن نفسي شايف ان مصر في رباط الى يوم الدين، وده حاجه مهمه جدا. مصر مرتبطه ومصر بخير ان شاء الله، و مش عشان اقول ان السيسي لا، هي مصر ان شاء الله هتبقى حلوه. بس عايز اقول لك الحاجات البسيطه اللي بنشوفها من الارهاب، ده ارهاب ماجور، ودي غلطه ايه؟ ان احنا ما ربيناش ولادنا دينيا صح. وبنصح كل اب وام في عيد ميلاد الاب يشغل قران في البيت لو مسلم، يشغل انجيل في البيت لو مسيحي. لما الطفل من صغره يسمع القران والانجيل هيتربى على الدين الوسط الجميل. بمناسبة مرور عام على إنشاء جريدة الأخبار المسائية، طبعا الأخبار اليوم عايزين كلمة من حضرتك ليها. أنا طبعا الأخبار دي حاجة مهمة جدا، والواحد حتى لما يصحى من النوم كده بيبقى أحب لازم يشوف أخبار بلده أو أخبار فنه أو أخبار الدنيا كلها. فالأخبار المسائية برضو جميلة، إن المسا عاملينها قبل كده الجمهورية كانت عاملاها بقالها مدة، والأهرام عاملة الأهرام المسائي. فازاي الاخبار اليوم يعني العريقه ما تعملش الا من سنه واحده؟ ماخوذ عليكم دي يا استاذ. شكرا يا فندم. شكرا، السلام عليكم.